آلاف المحامين بيتظاهروا في طنطا النهاردة أثناء محاكمة زميلين ليهم، وبدأت وقائع جلسة المحاكمة المحامين المتهمين بالتعدي على رئيس نيابة المحامين، دول متهمين بالتعدي على رئيس نيابة قسم تاني طنطا صباح اليوم الأربعاء أمام محكمة جنح طنطا برئاسة المستشار هشام عليوة وسط إجراءات أمنية مشددة وفرض كردون أمني حول مجمع المحاكم بطنطا وتوافد أعداد غفيرة من المحامين على مستوى الجمهورية. آلاف المحامين رددوا خارج المجمع هتافات منها العدل العدل يا قاضي، ورددوا هتافات تندد بتحقيقات النيابة وأن النيابة قدمت زمايلهم للمحاكمة العاجلة. حمدي خليفة نقيب المحامين العام ترافع وقال أن الدفاع لم يطلع على الصورة المقدمة من النيابة ولم تطابقها آية الدفاع بالنسخة المنظورة أمام المحكمة، وطالب بتأجيل الجلسة للاطلاع والاستعداد خاصة أن أوراق الدعوة تجاوزت 100 ورقة. تعالوا نشوف هذا التقرير. حدث إضراب بالأمس في سوهاج، ودي قصة لازم المحامين كلهم تجتمع مع بعض جميعا كده، والموضوع ده فيه إساءة للمحامين، ولأنه هو وكيل النيابة الأول هو اللي تعدى على المحامي بالسب والقصف والضرب والإهانة. الاعتصام بسبب اللي حصل المشهد ده ما بين وكيل النيابة وما بين المحامي. هذه مهزلة، وهذا أسلوب وهذا منهج يتبعه بعض أعضاء النيابة، وليس نعمم القاعدة، لأن لكل قاعدة شواذ. نحن نكن ونحترم رجال القضاء ورجال النيابة، وما حدث ممكن أن يكون ما هو إلا خروج عن القاعدة، لأن الإنسان بطبيعته فيه الحسن وفيه السيء. ما نقدرش نقول للنيابة العامة وما نقولش المحامين بصفة عامة، يعني دي ممكن بتبقى حادثة فردية، سوء تفاهم، شيء معين بيحصل، ممكن يحصل تاتش، فالكلام ده ما نقدرش نعممه، ما نقولش بصفة عامة النيابة العامة وما نقولش نقابة المحامين. النيابة والمحامين هي عبارة وجهان لعملة واحدة، لكن من بعض الافراد بس هتلاقي في كل مجموعه في شطط، لكن ان شاء الله نتمنى ان الموضوع ده ينتهي على خير وما يبقاش في ضرر بالنسبه للمحامين ولا في ضرر من ناحيه النيابه، وان شاء الله بيكملوا بعض بس مش اكتر. ان كان في تجاوز من محامي زميل او من سيد عضو النيابه العامه، فلابد من المسؤولين ان هم يتخذوا اجراء حاسم في الموضوع دوت. عمرنا ما هنقدر نتجاوز حدودنا، والنيابه العامه عمرها ما بتتجاوز حدودها معانا. احنا في بنعمل كلنا من خلال بوتقه واحده وسلسله واحده، كلنا مربوطين بيها، وكلنا ما فيش منصه من غير قضاء، وما فيش قضاء من غير قضاء واقف. احنا الاثنين بنكمل بعضنا، وعمرنا احنا الاثنين ما هنبقى في تجاوزات، كل واحد بيعمل في حدود القانون وحدود الشرعيه القانونيه. ده بالتاكيد اللي حصل امبارح كان وقفه احتجاجيه عشان بس يعني ما تتجاوزش العمليه ويبقى في تجاوز من الطرفين سواء من المحامين او الساده اعضاء النيابه العامه. بالنسبه للمحامين المعامله مع بالنسبه للنيابه كويس، وبالنسبه للقضاه وبالنسبه لسلك القضاء عموما كويس. بتتعامل مع المحامين ان هم مش جزء من القانون او جزء من المحاماه او الى اخره كويس، بيتعاملوا معامله سيئه. هو المشكله احترام المحامي، مش عايزين اكتر من كده. هو شيء من التوتر نظرا لبعض التجاوزات من الطرفين، لكن في الاول وفي الاخر كلنا في محراب العداله واحد، هم القضاء الجالس للنيابه، القضاء الجالس والمحامين القضاء الواقف، والسعي وراء تحقيق العدل اينما كان. اضراب اليوم الواحد من المحامين هو تعبير من المحامين على اعتراضهم على تصرف او قرارات محامين، ولكن انا لو سالتني على وجهه نظري في هذا الموضوع، الموضوع له نواحي تانية كتير لابد من معرفتها. في قرارات طالعه من النائب العام بتنظم العلاقه بين المحامين والنيابه، إذا كان هناك أي تجاوز ففي جهات رقابية بتشرف على هذا الموضوع، سواء هذه الجهات الرقابية تتمثل في التفتيش القضائي مثلا بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو في التفتيش القضائي بالنسبة للقضاة. بالنسبة للمحامين هناك أيضا لجان خاصة بتأديب المحامين موجودة. طالما أحال المحامي كان الأجدى أنه يحقق الواقع بالكامل ويحيل كل الأطراف اللي اشتركوا فيها، مش طرف واحد وطرف تاني ما يحلش، لا، يحقق الواقع بالكامل وتاخد مجالها في التحقيق وتاخد مدتها وتنزل وكل واحد مذنب ياخد جزاء. المحامي بيروح طلباته كلها معدومه، ما فيش اي استجابه ليها. بالنسبه للقضاه يعني ما فيش اي استجابه لطلبات المحامين قدامهم،
كل المحامين بيفضلوا بره في القاعات والقضاء في المداولة. في حاجات كتير بالنسبة للمحامين يعني متناسين هالقضاء خالص. لسه نحن مستمرين لغاية ما نشوف نتيجة التحقيقات دي. الحكاية اللي لسه شايفين حضراتكم بسببها التقرير والخناقة اللي بسبب الاثنين محامين اللي بيقال ان هم اعتدوا على وكيل النيابة خدوا 5 سنين. النهاردة المحكمة ادت لهم حكم بالحبس 5 سنين، هيكون معايا مداخلة. ولكن على نفس السياق الشيء بالشيء يذكر، بنقول كده في أمثالنا العربية، محامين بالسويس بيحصروا قاضي لإجباره على رفع الجلسات. الحكاية يا جماعة بقت صعبة قوي. مجمع محاكم السويس شاهد النهاردة الصورة هي قدام حضراتكم، قيام أكتر من 1500 محامي بحصار قاعة محكمة استئناف السويس بسبب رفض المستشار رئيس الجلسة رفع الجلسات. كان في اتفاق بين النقابة بالسويس والقاضي إن ما يفيش جلسات عشان في المحامين عاملين إضراب. القاضي أخل بالاتفاق بعد ما دخل قاعة المحكمة، فهاج المحامين وغضبوا وترك القاضي القاعة وظل محاصر داخل مكتبه، مما دفع القيادات الأمنية بالسويس للتدخل، وهو ما دفعه للإعلان عن تراجعه وموافقته بتأجيل جميع القضايا. المحامين بالسويس لليوم الثاني بيوصلوا أضربهم عن العمل، واللي تحول لاعتصام مفتوح بمقر نقابة المحامين بالسويس انتظارا لمعرفة مصير زملائهم اليوم، مهددين بتصعيد الاحتجاجات. زمايلهم خدوا 5 سنين إذا تم صدور أي أحكام قضائية بحق زملائهم. معايا على الهاتف أستاذ منتصر الزيات. أستاذ منتصر أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. فعلا المحامين خدوا حكم 5 سنين النهاردة؟ أيوة فندم. وده 5 سنوات مع الشغل والنفاذ. مع الشغل والنفاذ؟ آه. والحكاية دي إيه رد فعلكم عليها يا أستاذ منتصر؟